سمعتوا قصص عديدة والكل تعبان والكل جوعان، لكن تحملوني آخر 15 دقيقة أحكي عن شيء شوي بيختلف عن اللي سمعتوه سابقاً. سمعنا كفاية عن الإنترنت وعن التكنولوجيا وعن عجائب العصر الحالي، ضروري كمان نذكر حالنا بخرافات العصر الحالي. والعصر الحالي خرافاته كثيرة، واحدة من هذه الخرافات إنه الواحد ما بيقدر يتعلم إلا إذا في مدرسة، ما بيقدر يتعلم إلا إذا في منهاج وفي امتحان وفي علامة، وهذا الكلام مش صحيح. اللي بدي أحكي عنه هو ما يغيب في المدنية الحديثة وفي العالم المعاصر. بدي أبدأ في قصة. لما كنت أكتب، لما بديت أكتب رسالة الدكتوراه في 84، سنة 84، حطيت قائمتين كمراجع للمعرفة، قائمة كتب ومجلات زي العادي، وقائمة مصادر من الحياة. بين مصادر الحياة حطيت أمي، أمية تماماً، وحطيت الدجاجة الفلسطينية. طبعاً يعني الجماعة من هارفارد وهم بفكروا حالهم إنه قمة المعرفة، ويطلع صيتهم إنه بيعتبروا الدجاجة الفلسطينية يعني مصدر للمعرفة، مصيبة. فأنا جربت أني أقنعهم إنه معظم معرفتي من 71 لحد 84 كانت منبعها من مصادر حياة. أمي كانت أساسية، وبجوز بعضكم هاللي سمعني من قبل بحكي وبكتب عن أمي بجوز أكثر من أي شيء تاني كمصدر معرفة، كعالم هام جدا. والدجاجة الفلسطينية قصة كبيرة كمان، فخلوني يعني أحكي عن هدول لأن هدول مصدرين إلي مش إلكم، أنا اللي بحدد شو مصدري. رفضوا طبعا وأنا رفضت، فعدنا سنة، أنا سنة ما كتبت ولا شيء. بعد سنة وصلنا لحل وسط، والحل الوسط إنه أشيل الدجاجة بس أخلي أمي، وهذا ما كان، خليت أمي. هلأ أمي شو بتعمل؟ أمي خياطة. أنا علمت رياضيات، درست رياضيات وعلمت رياضيات وكتبت كثير عن رياضيات وعلمت معلمين كيف علموا رياضيات وكل هالكلام، وأعطيت امتحانات وكتبت أسئلة توجيهي وكل هالخزعبلات هاي الخرافات هاي. وأمي كانت عم بتمارس الرياضيات بطريقة خياطة. تجي المرأة بقطعة قماش الصبح مستطيرة، أمي لأنه لا كانت تعرف تقرأ للكلمات ولا الأرقام، فكان عندها طباشير طول التوب له لون والخصر له لون وهلوم جرة. عند الظهر هذه القطعة تصير 30 قطعة، وعند المساء هالثلاثين قطعة يجمعوا في ملبس بزبط على تلك المرأة. طبعاً علمت هندسة ودرست هندسة وكل هذه الأشياء، وكل الهندسة اللي درستها ودرستها خطوط مستقيمة، زوايا، مثلثات، مربعات، كل الأشياء اللي مش موجودة في الحياة. فيش امرأة مكونة من مستطيلات ومن دوائر ومن قطع ناقص وقطع زائد وكل هذا الكلام الفارغ. كل امرأة لها هندستها. وكانت أمي اشتغلت أكثر من 45 سنة تعمل ملابس للنساء، وكل ملبس كان هندسته غير عن هندسة تانية، لكن عندها ماكنة تقعد تضبط الأمور وبعدين تهرم على الناس. المهم، فأنا بالنسبة إلي كانت هذه معرفة اللي صدمتني، لأني كنت أعلم في جامعتين، كنت أعلم في بيرزيت وأعلم في بيت لحم في تلك السنة اللي اكتشفت يعني إنه أمي بتعرف رياضيات بطريقة لا أستطيع أن أفهمها. حتى لو درست كمان 20 سنة في الجامعات لا أستطيع أن أفهم أو أفعل ما كانت تفهمه وتفعله.
إلى جانب هي كانت جامعة الشكلين، كان في معرفة وكان في عمل فعل اللي اسمه فن. كانت هي أيضا عارفة، لكن عارفة مش بالطريقة اللي احنا نعرفها، عارفة من الحياة مصادر أخرى اللي جامعة زي هارفرد رفضتها. لكن زي ما قلت اقنعتهم على الأقل يعني بحل وسط، إنه بس أنا رجعت يعني حتى أطمنكم، رجعت الدجاجة الفلسطينية في، بس رجعتها في مقالة، في مقالة وأطلعتها يعني انتشرت بهارفرد إديوكيشن ريفيو بشهر شباط من 1990. اللي عنده أكسس يعني لهذا الإشي بيقدر يلاقيها المقالة. دخلت فيها عودة الدجاجة ودخلت فيها أمي. القصة هذه بتقول قديش أمور مغيبة وأمور هامة بنطلع على الناس اللي مش معهم الشهادات وبنفكر فيش عندهم معرفة، لأنه المعرفة اللي إحنا كمان بنشوفها هي بدها شهادة. إذا واحد معه الشهادة معناه كأنه بعرفش، وهذا كلام مش صحيح. إحنا بنلغي كل المعارف التي تنبع من الحياة لكن مش موجودة في الكتب. يعني واحد من أعضاء اللجنة باستهزاء بيسألني شو كتبت أمك؟ قلت له عملت 15,000 فستان. وال 15,000 أنا بعطيك 15 سنة تعمل فستان واحد يزبط على شخص. قصة الدجاجة الفلسطينية حتى أكمل يعني القصة، بديت أوعى على رياضيات أمي في 1975. بال 78 سمعنا، كنت أعلم في بيرزيت في جامعة بيرزيت، سمعنا إنه في مزرعة جديدة على الطريق بين بيرزيت ورام الله، ومزرعة على الطريقة الإسرائيلية يعني متمدنة مش أهلية مش بلدية. يعني في رحت أتفرج، بس احنا رحنا مش عشان نتفرج، قالوا البيت تبعها ممتاز وكل هذه الأشياء. رحنا نشوف، أول ما دخلت شفت هالجاج، هالدجاجات مصفطة بأقفاص ونازل أكل 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 أكل، يعني على طول بضلوا يحشوا فيها أكل حتى تبيض وحتى يبيعوا. أول إشي خطر على بالي إنه سرقوا الفكرة من المدارس من التعليم، وبقول لازم نرفع عليهم دعوة، نرفع عليهم دعوة إنه سرقوا المدارس مننا ويعطونا تعويض إنه هذه فكرتنا مش فكرتهم. لأنه إحنا بنحط الأطفال برضو في أقفاص في صفوف ومنضل نحشي 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 بس ببدوش. الدجاجات طلعوا أفضل. فأنا جربت يعني أفكر في الموضوع، والمزبوط كتبت عن هذا الموضوع كتير، إنه أنا زي الدجاجة الإسرائيلية. إذا ما فيش مؤسسة وفيش أكل جاهز وفيش امتحانات وفيش مناهج، فيش حدا بوظفني. لأنه لو رحت على السوق وقلت للناس يا عمي أنا بعرف أحل مسائل رياضية معادلات تربعية، مين بحب يعني يتعلم معادلات تربعية؟ إذا فيش امتحان بكرة بتعلموش بدونش، فيش حد يعني بعيش بدون أي رزق. بينما إمي لو قالت إنه أنا بخيط راح تلاقي عشرات اللي يجوا تاني يوم عندها، لأنه معرفتها مفيدة. معرفتي مش مفيدة، معرفتي متصلة بعالم المؤسسات، معرفتي متصلة بكيان مصطنع. اللي أول معرفة إلي أو علاقة إلي بالمؤسسات كانت في صف البستان. أخذني أبوي مرتين ثلاثة واطمن إنه صرت رايح، فهو اطمن إنه أصير أروح، يعني خالتي تأخذني على المدرسة على الليصة. فأنا صرت أزوغ من ثالث يوم في المدارس، بدأت أزوغ وكنت في صف البستان 5 سنين بجوز. السبب إنه كان عندنا بستان. أنا كنت يعني ولدت في القدس في 41،
فلما دخلت يعني على صف البستان كان عمري بال46 كان عمري 5 سنين. طيب ما احنا عندنا بستان وبرضه كان عندنا دجاجات، وكنت ألحق الدجاجات لحد ما تبيض، أمسك البيضة أطرقها، كان عمري 5 سنين أشفطها. هلا بتستغربوا، ضل هذا هذه العادة ضلت معي لحد ما صار عمري 25 سنة. كل يوم باكل بين 3 أو 5 بيضات نيات صبح. بعدين اخواننا بيجوا بيقولوا لنا ايش؟ انه هذه بتعمل لك كوليسترول. اذا اكلت بيضه الا بس 4 بيضات في الاسبوع، بيضتين في الاسبوع شيء من هالنوع. كنت اكل 5 بيضات في اليوم ونيات، بس الفرق انه بيض اليوم مش بيض، يشبه البيض اما هو مش بيض. الكيماويات والهرمونات والله اعلم شو فيه موجود فيها. وقتها كانت الدجاجات تعيش في البستان وتأكل من الحشيش وتأكل من أي شيء موجود في البستان. فأول علاقة بالمؤسسات كانت نوع من التمرد. زملت كان عمري 5 سنين، بعد 3 أيام أجا أبوي بعد 3 يوم ضربني، هذه المرة الوحيدة اللي ضربني حتى بس نقول يعني، وحملني واخذني على المدرسة وقال لي هذا آخر يوم بجيك على البيت لازم تروح. صرت أروح. هلا المشكلة وين؟ إنه أبوي نفسه سنة لما كان في مدرسة الفرير في القدس، اللي طبعا مدرسة تعتبر يعني محترمة في ذلك الزمان وما زالت، كان في الصف الرابع. معلم مرة مش عارف شو بيعمل أبوي بيقول له وقف يا حمار. وقف أبوي قال له حاضر يا طور. قال له شو قلت؟ قال له ما هو إذا أنا كنت حمار بده يكون معلمي طور. حمل العصاي وتوجه نحو أبوي. أبوي كان جنب الباب، طلع ولم يعد. اللي بدي أقوله هون إنه في شيء اسمه معرفة أهالي وفي شيء اسمه معرفة مؤسسات. معرفة الأهالي ملغاة، نعتبرش إنه واحد إذا معه الشهادة كأنه عنده معرفة، بنسميه جاهل. وهقول لكم بصراحة أجهل الناس اللي معهم دكتوراه، لأنه منفكر إنه منعرف، وكل اللي منعرفه هو بحطونا بطريق ضيق جدا ومنضل ماشيين زي اللي مش شايف قدامه ولا حواليه، وماشي ماشي ماشي بعدين واقف عند نقطة قال بيقولوا له هلا أنت أكملت دراستك أكملت. فاللي بدي أقوله هون معرفة أمي معرفة أهالي، معرفتي معرفة مؤسسات. وهذه خلتني أفكر في إنه أسوأ أنواع الاحتلال هو الاحتلال المعرفي. نحكي عن كل أنواع الاحتلال ما عدا الاحتلال المعرفي. الاحتلال المعرفي جزء منه استبدال معرفة مكان معرفة. أنا كنت جندي معرفي اللي طردت رياضيات معرفة زي أمي ووضعت معرفتي مكانها. أنا اللي في البلد كنت معتبر أني أنا بعرف رياضيات، وأمي ومعرفة أمي للجحيم بالنسبة لعالم الاستهلاك. هلأ يعني في هيك حالة هذه المعرفة اللي ضاعت وماتت مع أمي لا أستطيع أني أخلقها ولا يستطيع أي إنسان أن يخلقها. لما البابا حكى سنة 2006 في ألمانيا وحكى عن الإسلام، بعثت له رسالة جزء من الرسالة قلت له أنت لا شك تعرف مسيحية المؤسسات، أنت على رأس أكبر مؤسسة مسيحية، لكن أنا بدعيك تيجي على بيتنا في رام الله ولو أنه متواضع بس معلش تعال. أمي لسوء الحظ توفت، لكن في خواتي وبتقدر تحس شوية بشيء اسمه مسيحية الأهالي. مسيحية الأهالي أنا في رأيي عم بتموت، وهذا الكلام ينطبق على كل شيء تقريباً.
إسلام الأهالي عم بتحول لمؤسسات. أول مؤسسة بجوز كانت هي تخريب المسيحية، وكانت في أوروبا. أوروبا خربت المسيحية، والواحد يعني أنا مرة كمان كتبت كتيب صغير سنة 92 اللي حطيت فيه مسيحية أمي ومسيحية الغرب، وما قدرت ألاقي أي شبه ولا أي شبه. في رأيي الإسلام حديثا دخل في هالمصيبة، إنه عم بتمأسس لدرجة إنه عم بفقد روحه. لما كتبت للبابا قلت له أنا بدي أكتب لك عن مسيحية الأهالي وعن إسلام الأهالي، وكتبت له والمقالة أو الرسالة منشورة في أكثر من مكان، واحد منهم في مجلة رؤى في رام الله للي بحب إنه يطلع عليها، لأني كتبتها كليا من معرفتي بالإسلام كتجاور كمجاورة وليس محاورة. قلت له بابا أنت دخلت لنا المحاورة، دخلتونا في أوروبا الحوار، وصرنا نتحاور ونزعل من بعض ونكره بعض وما نفهمش بعض. نفهم بعض عن طريق الجوار، عن طريق الجوار. إذا ما جاورت يعني كل الإسكان الطائفي اللي موجود منشوفه في البلد، أنا في رأيي مصيبة، مصيبة على الكل. استبدال أهالي بمواطنين في رأيي كان كارثة على المجتمعات. المواطن علاقته بدولة ومؤسسات، الأهالي علاقتهم الأساسية بين بعض، وعلاقتهم بمكان، علاقتهم بتاريخ، علاقتهم بثقافة، بحضارة، علاقتهم بذاكرة اجتماعية، ذاكرة جمعية. أهالي بيت سحور نقدر نستعملها، لأنه لسه أهالي بيت سحور موجودين، وأهالي بيت سحور بيعرفوا بعض، بيعرفوا قصص بعض، في ذاكرة جمعية. حالياً رام الله فقدت الذاكرة الجمعية، ما في أهالي في رام الله. وأحد الأسباب أنه ما في أهالي في رام الله أنا في رأيي هو التعليم. إحدى الخرافات أنه في إشي اسمه تقدم، بمعنى واحد أنه في طريق أحادي للتقدم، الطريق عالمي للتقدم، وكلنا ما علينا إلا أنه نمشي على هذا الطريق. القاهرة نسفت هذه الخرافة. القاهرة أنا في رأيي بداية لاستعادة، إذا انتبهنا للموضوع يعني مزبوط، القاهرة بداية لاستعادة عالم عم نفقده. القاهرة آمل أن تقهر الاحتلال المعرفي وليس فقط الاحتلال السياسي أو الاقتصادي. الأهالي أكبر ثروة موجودة عندنا، وآمل إنه كل اللي عم بيصير وكل الأشياء اللي عم بتشوفوها وكل الأشياء اللي عم بتصير في حياتكم تعودوا تنظروا إلها من خلال هل في استبدال للأهالي ووضع مواطنين عنده رقم وطني تحميه، حكومة وطنية، والحكومة الوطنية في إلها بنك وطني بيساعدها أنها تسرق الناس الأهالي، وفي جيش وطني يحمي الحكومة ويحمي المؤسسات ويحمي كل شيء. يعني خلينا إن نخرج من هالقمقم، وأنا في رأيي إنه المارد خرج من هذا القمقم في ميدان التحرير بالقاهرة. وإن شاء الله إنه هذه الحركة، أنا بسميها حركة مش ثورة، لأنه كلمة ثورة دائماً عنت إنه بدي أشيل الحكومة وأقعد محلها. الشباب في القاهرة ما كان هذا هدفهم، كان هدفهم إنه يتحركوا، وزي ما بقول المثل العربي الحركة بركة، وإن شاء الله إنه تكون حركة الشباب في العالم العربي اليوم بركة علينا وعلى العالم جميعاً. شكراً.